ما تهزيهم الحلوه ديال العيد او الحلوه ذكرى المولد النبوي الشريف. غادي نحضر معكم واحد الحلوه الاقتصاديه بكميه كثيره ومكونات بسيطة ومتوفرين في كل منزل. كنتمنى ان هذه الحلوه هذه تنال اعجابكم، كذلك ممكن تعطيوها لوليداتكم يديوها مع المدرسه او تحطوها في الفطور او الكوتيك. كتجي بنينه بزاف، خفيفه وهشيشه كيف كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالها. وصافي هذه الحلوه ديالنا ان شاء الله الاولى. غادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الاسبوع الوجبات المدرسيه او لا شنو ممكن تعطيو لوليداتكم الكوتي او لا كذلك الحلويات ديال ذكرى المولد النبوي الشريف. صافي هذا الشيء اللي غادي نحضر معكم في هذا الاسبوع المقبل ان شاء الله. المهم البنات ما كرهتش كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم وتحطوا لي شنو الوصفات اللي تبغوني نشاركهم معكم، وغادي نخليكم دابا تشوفوا معايا الفيديو فرجه ممتعه. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات اللي غادي نحتاج فيهم. غادي نعبر لكم بكاس الانبا. بالنسبه للزيت غادي نحتاج كاس ونص ديال الزيت، عندي كذلك كاس ديال الكوك اللي غادي نحمرو، عندي كاس ونص ديال السكر سنيده، كيس ديال الفاني فيه 7 غرام ونص، وغادي نحتاج كذلك 8 غرام ديال خميره الحلويات، 3 الاكياس كل كيس فيه 8 غرام ديال خميره الحلويات. غادي نحتاج شويه ديال النكهه ديال الحامض اولا الليمون اولا ممكن تستغناو عليها، ولكن غتزيدو كيس واحد اخر ديال الفاني. عندي كذلك عبصه ديال الملحه، عندي 160 غرام ديال المارغرين. كناخد المارغرين كنحيد الربع ديالها تقريبا وكنخلي اللي بقى ليا هو اللي نخدم به تكون بحراره المطبخ. عندي 3 البيضات. صافي هادو هما المكونات، ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. وبطبيعه الحال غادي نحتاج الدقيق وغادي نحتاج اللوز اللي غادي نزين به من الفوق. بالنسبه ليا البنات غادي نخدم في العجانه. كيف كنقول لكم بالنسبه للعجانه فاش كتبغاو تخدموا فيها الحلويات ديروا هذا الراس هذا اللي كيكون على هذا الشكل. اول حاجه غادي نبدا بها غادي نبدا بالمارغرين نقطعها اول حاجه. انتما البنات دابا دست حمرت الكوك، ها هو حمرته وغادي نطحنه، تخليو راه دغيا كيتحمر يعني ما تغفلوش عليه وتبقاو تحركوه. هو دابا راه طفيت عليه ومازال تيتحمر حتى هي داك السخونيه كيتحمر فيها. ومن دابا غادي نطحنو ونرجع معكم ان شاء الله. صافي دابا من بعد ما طحنت الكوك غادي نضيف دابا السكر المارغرين وغادي نضيف الملحه واحد قبيصه ديال الملحه، غادي نضيف الفاني كيس ديال الفاني، صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. من بعد ما خلطت كلشي مزيان غادي نضيف دابا كاس ونص ديال الزيت وغادي نعاود نخلط كلشي مره اخرى مزيان. ضروري في هذه المرحله تخلطوا المارغرين مع الزيت حتى كيولي بحال هكا. دابا غادي نضيف النكهه ديال الحامض اولا الليمون غير واحد شويه، غادي نزيد 3 ديال البيضات صغار. بسم الله وغادي نعاود نطحن كلشي مزيان. غادي نزيد جوج معالق كبار ديال العسل غادي نزيد دابا الكوك اللي محمر ومطحون. كيعطي واحد المذاق زوين هذا الكوك، ممكن ما ديروش الا ما كانش عندكم ممكن ما ديروش. المهم بالنسبه للطقاق ضروري تغربلو الطقاق البنات. غادي نقول لكم بالضبط شحال الزيت ليا ديال الطقاق. دابا درت الكاس الاول، هذا الكاس الثاني،
كاس الثالث، كاس الرابع، غادي نزيد ثلاثه الاكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس فيه 8 غرام. هنا حيدت العجانه غير باش تجيني ساهله. المهم غادي نضيف هذوك ثلاثه الاكياس ديال خميره الحلويات، وغادي نضيف الكاس الخامس، كاس السادس، هنا العجينة ربعة رطبة، غادي نزيد الكاس السابع، غادي نزيد الكاس الثامن، المهم في الاخر نقول لكم بالضبط شحال هزات ليا ديال الدقيق. صافي البنات، بالنسبه للدقيق هزات ليا تقريبا واحد 9 كيسان ونص، تقريبا 950 غرام. بالنسبه اللي ما غاديش دير الكوك راه غادي تهز ليها حتى الكيلو ديال الدقيق، يعني تقدر تهز ليها حتى 10 الكيسان. المهم هانتوما شوفوا العجينه ديالي خصها تكون بحال هكا، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه. هانتوما شفتوا يعني فاش نشكلوها تشكل بسهوله وما تفرتتش. شو صافي، غادي نغطيها ببلاستيكه نخليها غير على ما نسالي، اما هي ممكن تصايبوها في البلاصه، انا غير على ما نسالي نجمع الدني وداكشي ونرجع ليها نكورها باش نشكلها ونوريكم الشكل ديالها ان شاء الله. صافي دابا غير على ما طرفت الدنيا درت واحد لاطه فيها ورق الزبده، نكملوها غير بالزيت، وغادي ناخذ كميه بحال هكا. خصومي انا غادي نديرهم متوسطين، ما كبارش بزاف وما صغارش، وما تنساوش انهم فيهم كميه الخميره كثيره، يعني راه غادي تزاد الحجم ديالهم. انا غادي نعبر لكم باش تشوفوهم بالضبط شحال هزات ليا من غرام. المهم انا غندير هذا الحجم، هذا انا غادي نعبرها، غادي ندير فيها 18 غرام في الوحده في الحبه. صافي كنشكلها كره، كنضغط عليها غير واحد الشويه، كنديرها فوق فلاطه فيها ورق الزبده، وغادي نفرق ما بين وحده واختها، ما نلصقهمش حيت راه فيهم الخميره، يعني غادي تزاد الحجم ديالهم. صافي البنات دابا من بعد ما عمرت اللاطه الاولى كيف كتشوفوا، كنحاول انني نبعد ما بين الحبه وحده اخرى. هنا خديت بيضه كامله، زدت عليها واحد المعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، غادي نخلطها مزيان. بالنسبه للعجينه راه اقل من نص، هذه انتم رابعه عندي العجينه، راه كتخرج المكونات اللي عطيتكم كميه كثيره. هنا طربت مزيان هذيك القهوه سريعه الذوبان مع البيضه، وغادي نحاول ندهنها. دابا غادي ناخذ هكا حبات ديال اللوز وغادي نضغط بهذه الطريقه، ممكن ما ديروش اللوز، ممكن تخليوها غير هكا. بالنسبه لطريقه الطياب، الفران كديروه يسخن من قبل درجه الحراره 180. في الاول غادي نشعل عليها غير من التحت حتى كتبان ليا طابت وبدات كتشد راسها وتتحمر من التحت. صافي غادي نشعل عليها باش يتحمر لها الوجه ديالها، وصافي وغادي تكون الحلوه ديالي واجده. بنفس الطريقه غادي نكمل العجينه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي. كنحاولوا نضغطوا شويه على اللوزه. صافي البنات، هاي الحلوه ديالي من بعد ما طابت. هنا درتها في هكا في هذا جمعت كلشي هنايا، غادي نخليها حتى كتبرد ونوريكم الشكل اولا التقديم النهائي ديالها ان شاء الله. هانتوما، وغادي نقطع لكم شي وحده تشوفوها كيف كتجي، كتجي مذهبه وكتجي هكا مشقره، كتجي بنينه وهشيشه وخفيفه في نفس الوقت.
ممكن تعطيوها لوليداتكم يدوها معاهم للكوتي ديال المدرسه، ممكن ديروها هكا في حلويات العيد، ممكن تحطوها في الكوتي في الفطور. بنينه بزاف البنات هاد الحلوه وكتخرج كميه كثيره. المهم غادي نسد معكم هذا الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد وصفات جداد باذن الله. نخليكم في امان الله.